وللمزيد حول الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت يوم الأحد الماضي بنسبة مشاركة لم تتجاوز 15%، ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر ثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. أهلا بك معنا شيخ يحيى. وسهلا بك وبمشاهدي قناة الراشدين. أهلا بك شيخ يحيى. يعني بداية، أقل من 15% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية هم من صوتوا في هذه الانتخابات التي تم الحشد، كما تعلم، يعني تم الحشد لها عبر كل الوسائل بالترغيب والوعود والترهيب والتهديد أيضا. يعني إلى ماذا ترجع أو ترجع هذا التدني الكبير في المشاركة من قبل العراقيين؟ أخي الكريم، 14% هي النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات، وهم أتباع الأحزاب والمافيات والفاسدين الذين استغلوا المال العام لشراء ذمم هؤلاء من أجل انتخابات معروفة النتائج ومتفق عليها بين الأطراف الدولية والإقليمية المحتلة للعراق والمتحكمة بالمشهد السياسي فيه. الشعب العراقي بكل أطيافه يعي حجم الفساد والتخريب، إضافة إلى الفوضى والقتل وسلب كافة حقوقه طوال 18 عاما من الانتخابات الكاذبة وقوانين الانتخابات الملتوية التي وضعتها أمريكا وحلفائها لسلب إرادة العراقيين، كانت حاضرة ومكشوفة في أذهان أحرار العراق. القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة ومن ثم اليوم الدوائر المتعددة، كلها ألاعيب المحتل الغادر لمصادرة القرار والإرادة الحقيقية للشعب لتنفيذ أجنداته بسرقة ثروات العراق والتحكم بمقدراته. لذلك لم تكن هذه الانتخابات الأولى التي قاطعها الشعب، فكل انتخابات الاحتلال وأحزاب الفساد لم تتجاوز في أقصى نسبها 18%، ولكن ما تسمى اللجان الدولية المشرفة هي من تزور إرادة الشعب بموجب أوامر وتوجيهات الاحتلال لشرعنة استمرار طغمة النهب والتجسس والفساد في مشروع خدمتها لأعداء العراق من محتلين وطامعين بأرضه وثرواته. نعم، يعني رغم كل ما أشيع وأطلق من يعني خطابات انتخابية ووعود أيضا انتخابية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ووعود أخرى بمعالجة أزمة الكهرباء والملفات الأخرى، إلا أن 85% من العراقيين قاطعوا هذه الانتخابات. إلى ماذا يشير ذلك؟ هل بات العراقيون اليوم أكثر وعيا من السابق بالنسبة لهذه الوعود؟ السؤال الذي يطرحه العراقيون على أنفسهم، ماذا قدمت لهم هذه العملية السياسية طوال 18 عاما سوى القتل والفوضى وسلب الحقوق والسجن والتعذيب وغياب العدالة وسرقة المال العام وجعل العراق مرتعا لكل أجهزة مخابرات العراق والأمة التي تمارس إجرامها ليل نهار على حساب كرامة العراقيين وحياتهم. فهذه العملية السياسية كما أشرنا ليس لها أي شرعية لدى 85% من العراقيين، ولكن المحتل صممها على مقاييس دكاكين أحزاب الفساد التي شرعنت للمحتلين جرائمهم بحق العراق وأهله، وهي بحد ذاتها جرائم حرب، ولكن العالم قد سد أذنيه عنها ليظهر فجأة عبر أبواب الإعلامية المأجورة ومنظماته ولجانه التي جاءت لتنهب أموال العراقيين بحجة مراقبة الانتخابات الكاذبة هذه، لتبارك عملية انتخابات مشوهة هي حلقة من مسلسل الاحتلال التي سأم العراقيون والأحرار في العالم حلقاته. نعم، منظمة شمس لمراقبة الانتخابات أكدت أن ما أعلنته مفوضية الانتخابات من نتائج في اليوم الأول لم يكن مطابقا لما أعلن في اليوم الثاني. ما الذي يعنيه هذا التخبط من قبل المفوضية برأيك شيخ يحيى؟
أخي كل ما يعلن من نتائج هو متفق عليه بين الأطراف الراعية لعملية الفساد. فقبل سنوات تعترف الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية أن انتخابات 2018 كانت نسبة المشاركين فيها 18% وقد شابه التزوير، وهذا تحت صار كل القوانين الدولية، ولكن الاحتلال بارك هذا التزوير وتعامل معهم ولم يسحب الشرعية عنهم. واليوم نرى تقارير خجولة من منظمات ولجان تراقب الانتخابات بأن ضعف المشاركة كان واضح ولم يتعدى في أحسن أحواله 15%، لكنهم قبلوا اللجان الدولية تزوير النسبة ورفع درجتها، مما يؤكد أن الانتخابات تشوبها الكثير من أعمال التزوير وتؤشر إلى عدم شفافيتها ونزاهتها. يعني هذه الإعلانات بعدم شفافية أو الاتهامات بعدم شفافية الانتخابات والتشكيك بنسبة المشاركة وأمور أخرى، كيف ستنعكس على الأحزاب التي لربما لم تفز بهذه الانتخابات وبعض الأحزاب الأخرى التي خسرت مقاعد لها؟ كيف يمكن أن ينعكس هذا على مواقف الأحزاب؟ هل يمكن أن نشهد اندلاع صراع أو أعمال عنف مثلا؟ نسمع عن تذمر الأحزاب التي لم تفوز، ولكن أطراف الاحتلال الإيراني والأمريكي يسعون لاحتواء هذا التذمر وترضيتها حسب ما وردنا عبر منحهم مناصب تنفيذية، وهذا يدل أيضا أن هناك أمرا آخر بأن هناك فصائل من الحشد قد تذمرت من هذه الانتخابات التي شعرت بأنها ممكن أن تحد من نشاطها أو أعدادها أو محاولة سرقة المال العام أعداد صارخة من الفضائيين، ولكن كل هذا لم يؤشر لدى العراقيين لحد الآن، لأن الأمور بعد في بدايتها ونحن نراقب ما يجري على الساحة هناك. نعم، إذن أمين وسر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى سنبل كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.